القرآن، ومنهم يكون فتحه في ذكر الله تعالى، ومنهم يكون فتحه في الدعوة إلى الله تعالى، ومنهم يكون فتحه في قضاء حوائج المسلمين، وهكذا لأن توحيد الله تعالى بأعداد أنفاس الخلائق. فهذا نعم ذكروا أن آل الفقيه العلوي بن الفقيه المقدم أكثر فتحهم في تلاوة القرآن. وعلى أخي علي صاحب الدرع علي بن علي قال أكثر فتحهم في ذكر الله تعالى. فالحبيب عبد الله بن محسن الطاف فموقوع على اللهم صل على يقول أكثر فتوح العلويين في الصلاة، أكثر فتوح العلويين في الصلاة وراثة من جده محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول وجعلت قرة عيني الصلاة. والصلاة الحقيقية، الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية إذا أراد الإنسان يعرف أن صلاته مرفوعة تصعد إلى السماء، تصعد إلى الرب، لأن العمل الصالح يصعد إلى السماء. والله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إيش علامة هذا؟ علامة القبول، على أن صلاتك تصعد إلى السماء وتصل إلى الحق تعالى. هذا علامة، هذه العلامة. يعني الله تعالى يقول في كتاب العزيز يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه علامة الصلاة المقبولة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا نهزت صلاتك عن الفحشاء والمنكر فأبشر بالقبول. أما إذا إنسان يصلي صلاة الخمس لكن لا يزال لسانه يغتاب عباد الله، يكذب ويخون وينظر إلى الحرام ويغش ويظلم يؤذي إخوان المسلمين، لا هذا عليها. كيف هذا صلاة؟ لأنه يعني يقول أن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا صلاة فلان يصلي وإذا كان بالليل يسرق قال صلى الله عليه وسلم دعوه ستنهاه صلاته. والصلاة الحقيقية هذه أي تنهى عن الفحشاء، أن يصح عن الفحشاء المنكر. والآن كثير من الناس يصلون لكن يصلون على سبيل العادة. غالب المسلمين اليوم، غالب المسلمين اليوم لا يعرفون الحكم التي جعلها الله تعالى في الأوامر والنواهي وفي كل ما أوجب الله تعالى فعله. ما يعرفون كثير من الناس. فأفتجي أحدهم يصلي ويتجه يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ويركع ويرتفع ويسجد ولكن لا يستشعر عظمة الله ولا يستحضر وقوفه بين يدي الله. ما يستحضر هذا. والله تعالى يقول قد أفلا المؤمنون الذين بصلاتهم خاشعون. لما معنى الخشوع؟ تعرفون هو حضور القلب مع سكون الجوارح. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يصلي وهو يعبث بلحيته، يعبث بلحيته. وقال عز وجل لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. وحضور القلب مع سكون الجوارح، معنى الحضور ان يعلم يقول ويفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، يعني ما حضر قلبك مع الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يتفاعل مع الغفلة ما سوى لا يحسب له، لا يكتب له الأجر. إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له إلا ثلثا، ولا يكتب له إلا ربعا، ولا يكتب له إلا خمسا، ولا يكتب له إلا عشرا، يعني ما يكتب له من أجل صلاة إلا بدل ما حضر قلبك مع الله تعالى. نعم، بشارة كبيرة. يقول بعض المحققين بعض العارفين ان هذه محمولة على صلاة المنفرد. فالإمام الحدار عنه لم يبلغنا في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ولا تدعو به. ما بلغنا أن صلى منفردا. ما تفوت الإنسان صلاة الجماعة إلا بذنب. من حرم على صلاة الخمس بجماعة فقد بال على البر والبحر عبادة. والإمام الحداوي موسيقى بالخمسة الذين هنا يا أخي
استماعا للدين الواسط الامري وحرق على بجامعة دعاء بجامعة نعيمة وهذا الغاية والعشاء والفوري وقم في قوام الليل إلى إغالة وصل إلى وقت صلاتك بالوتري وقت صلاتك قال هذا الحديث ليس خمسة إلى بعضة منا قال بعض العارفين محمود على صلاة المنفرد وأما صلاة الجماعة فإنها مقبولة عند الله تعالى يكتب في كل عمل حديث صلاة كاملة لماذا؟ لأن بسبب اجتماع الوقوف بين يدي الله تعالى هذا حضر جزء من الصلاة وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء فتتكون من هذه الأجزاء صلاة كاملة فيكتب الله بفضل جوده لكل واحد من صلاة كاملة وكما ورد في الحديث الآخر أنه إذا أقيمت الصلاة في الجماعة أن الله تعالى ينظر إلى الإمام فإذا كان الإمام في قلبي خير في أهلية للقبول قابله الله تعالى بواسطته فيعني الله عن الإمام يأمكما يأم القوم أقرأهم كتاب الله يعني المرد الأقرأ أفضل عند الإمام الشافعي لأن افتقار إلى الفكر أقل من تيار إلى القراءة بعضهم يقول هذا هو الأقرأ الأحفظ للقرآن وإلى آخر إلى آخر الحديث يوم القيامة فلأن يقول يا إن إيمانكم وفدكم من الله تعالى فإيمانكم خياركم فإذا نبى إلى أضاف إلى الإمام وليس في قلبه خير الإمام لا يكون في غير في قلبه خير ينظر الله تعالى إلى الصف الأول ثم إلى الصف الثاني وهكذا من صف إلى صف فإذا وجد يا أحد من المأمومين من في قلبه خير ولو في آخر الصف ولو حتى في آخر الصف وقيله الله تعالى بواسطته ويكون هذا شافي أخلصه سر الله في عباده فيربط صلاة الجامع كلهم بواسطته هذا فيصير هذا هو الإمام الحقيقي لا الذي في المحراب ويكون إمام إمام صورة بس أمامنا كما هذا الذي وعلى كان إمام في مسجد قيدون يصلي بالناس وقت الجمعة وذلك وصلى خلفه واحد درويش من التراويش طائفة من الأولياء يكون درويش صلي خلفه في أثناء الصلاة خرج الدرويش من الصلاة ويأخذ بأنفه يقول فه صلاة ودمان صلاة ودمان وخرج من الصلاة وعثر الإمام والذي تكلم واحد سلم على خلفه قال صدقة الإمام خطر في قلبي في أثناء الصلاة أني معي أرض يعني مزرعة أريد أن أتي بشمال هذا السرجين لأجل أسرح به الزرع وهذا كشف عليك صلاة ودمه صلاة ودمه وغسرنا بستر كل جميل في الدنيا والآخرة قال حبيب محمد حتى لما ذكر هذا الكسرة نعم صلاتنا دمان دمان ولا دمان صلاتنا يمكن يصير واحد منا يصير واحد منا إيه ما قرأ الإمام في صلاة الفجر ما هي الصورة قالت في صورة الأولى ما هي الصورة ما يعلم من الغفلة وغلب لا تطيم أن أغفلنا قوله أن ذكرنا والتنبه وكان أمره فرصة فالحمد لله أن إذا تم صلاة في جامعة هكذا أن الله تعالى فإذا قام ظهر الله إلى الإمام وإلى المأمومين وليس صورة من قلبه من في قلبه خير هذا نادر لأن قول ما اجتمع أربعون من أمتي حديث خبر آخر ما اجتمع أربعون من أمتي إلا فيهم ولي لله تعالى مجاب الدعوة أربعون من الأقل من أربعين ولهذا أن الله تعالى أخفى ثلاثا في ثلاثة من قال سيدنا الإمام محمد الباقر بن جعفر بن الإمام علي زين العابدين محمد الباقر يقول أن الله تعالى أخفى ثلاثا بثلاثة إلى أربعة بأربعة أخفى طاعته أخفى رضاه في طاعته فلا تستقل شيء من الطاعة ولو قليلة ولو صغيرة فلا على فيها رضا الله تعالى وأخفى سخطه في معصيته فلا تستحقر شيء من المعصية سهل سهل بسيط إلى هلال صغيرة لا تقول هذا لأن الله أخفى سخطه في معصيته ولعل لا تستحقر شيء من المعاصي ولم صغر ولعل فيها سخط الله تعالى يسخط الله عليه واخفى الله تعالى سره في عباده
هنا كان من أشهر الأخبار ضبط إبراهيم مدهون من الأبواب لا يبقى له لو أقسم الله تعالى لأبرر قسمه. الله تعالى أخبر سر عباده فلا تستحقر أحد من عباده تعالى فعلى حاله ولي من أوليائه تعالى. في رأي أخرى وأخفى الموت في وقته تستعده في كل وقت لعله يأتي لعله يأتي فيه. وهذا شوف هذا الترويج وصلاح ودم صلاح ودم والإمام في المعراج هذا قال أن سيدنا الإمام عبد الله بن عبد الحداد والدعوة للإرشاد والشاعر في الحضور والخشوع قال الجدار يصلي إليه في التحجد من الليل فالتحجد في نافلة له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل لبعض العرب لبعض الصالحين ما بال المتحجدين من أكثر الناس وجوها ولأنهم خلوا بالرحمن فألبسوا نورا من نوره. قوم إذا أرخى الظلام صدوره لم تلهم رحمة الغطاء والمدعي فارتقوا عمدا محل ظلما لله أكرم السعود الركعي يتلون آية القرآن تدور فيه ولا تلقى في المتوازع تبتوا على ردم الرسول صاحبي تابين المساك وإذا تبعي لأنه خلوا بالرحمن فألبسوا. قال يوم الحتى الجدار الذي يصلي إليه قبلته هذا انشق ذاك الأمر من الوارد الذي يرد عليه من ربه. نبي ورده في قوله تعالى إنا سنلقي عليك بديلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله هذه الآية ومن الليل فتهجد بلا تذر عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا لما أنزل قام في محراب العمل حتى ولمت كلمة. فقيل يا رسول الله أتكلم نفسك؟ قال هو لما تكلم لما تاخذ فيقول فعلا اكون عبدا شكورا. كان حبيب عبد الله بن عمر بن يحيى يقول لا تظنون ان الصلاه ولبت قدما من طول القيام لا ولكن من الوارد الذي يرد عليه من ربه. تلا هذه الايه ان سنلقي العين قولا ثقيلا. وكان سيدنا الشيخ علي بن ابي بكر سكران يقول الشيخ الماهيعي اخو سيدنا العدوس الاكبر وفي نور الدين شيخ الماهيعي والعدوس القطب سلطان البلع واخي نور الدين شيخ يروين شيخ في الماهيعي ذكروا في مناقبه ثلاث اشياء. الاول انه ما سهى في صلاته قط طول عمره ما سهى في صلاته ما سهى. وثانيا انه لم يتنفل واعده وليس ينفل واعده مع شيخه ختم عقوبه سنه ما صلى نافلة جالسة قط يصلي إلى المنقيع حتى دوام مع أنه يصلي ولكن العزايم أخذوا للعزايم على قدر العزايم تأتي العزايم على قراءة مكارم يعني العزايم يشدون على أنفسهم يحملون على الأمور الشديدة والذين جعلوا فينا لأن أهل أنفسهم. وثالثا بمناقبه ما ذكرت الدنيا في مجلسه هذا أعظم وأعظم ما ذكرت الدنيا طول عمره ما ذكر الدنيا في مجلسه ايش هذا المقام. والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى قال صاحب البقره عبد الله بن عمر يحيى الله عنه قال في اخر حياته كان يستغفر في الصلاه عندما يصلي يستغفر في الصلاه صغر كان يجي على واحد بجنبه يذكره واذا صغر الحبيب في القيام في القيام يصيح هذا الذي بجنبه الركوع فيذكر عبد فيركع فيصغر في الركوع فيقول اعتداد برفع صوت فيعتدل فيصغر في اعتدال السجود من الصغرات من الصغرات للصلاه رضي الله عنهم ونفعنا به. هذا كان هكذا كانوا رضي الله عنهم واقيموا صلاه الصلاه تنعم وهذا ذكر الله اكبر.